محاولة الهيمنة على وزارة الداخلية، هل نحن بصدد الانقلاب؟ انقلاب نعم كما سمى أحمد نجيب الشابي وبعض السياسيين، أو أن أمام ربما نفس يعني قيس سعيد ما زال ينفس على مكبوته الصوتي وهي ظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل، ما عندهاش حتى تبعات عملية أو ميدانية؟ شكرا. أولا ملاحظة أولية، معناها المسألة ماهيش قانونية في تقديري، وذكرت هذا سابقا. يعني الخلاف حول المحكمة الدستورية تصير ولا ما تصيرش ولا غيره، المشكلة في قيس سعيد نفسه، في الشخص نفسه، لأنه شخص على ما يبدو، هذا رأيي معناها، يشاركوني فيه برشا ناس، أنه في ما نعرفش بيول مغلقة، معناها يعني في فقاعة مغلقة يفكر وحده. إذا كانت تقول لي أثروا عليه المستشارين وكل مرة تبدل المستشارين، احنا انتخبنا رئيس يزم يكون عنده ذاتية وعنده رأي، وهم مستشارين اسمهم، ما اسمهمش مقررين. إذا كان كل مستشار يجي يأثر عليه دوره منه ومنه، فهو لا يستحق ذلك، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية. المستشارين هم مستشارين، ولم يفرض عليه أحد أنه يطيحهم، معناه ينفذ اللي يقولوا عليه، اللي يقولوا له عليه، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية. هذا شخص عنده أفكار، عنده أحلام، أفكار غيرها، المهم هذا من حقه. لكن المشكلة أنه ماهوش مستعد يمارس أفكاره من داخل المنظومة الموجودة اللي هو وصل بها، وبالتالي هو وصل بدستور، وصل في إطار اتفاق وطني معين، وقع مجلس تأسيسي، وقعت مرتين ولا ثلاثة انتخابات نيابية، وتغيرت وزراء وتغيرت حكومات، لكن هو جاي في وسط المنظومة هذه الكل، يحب يرجع يفسخ كل شيء ويعاود حاجة من جديد. من هنا الإشكال في الرئيس نفسه، كيف نقولوا هو معناها مسألة ظرفية، ما راهيش مسألة ظرفية. الرئيس ماشي في خط تصاعدي، ولا مجال، أنا ديما نقول لا مجال للصلح في هذا الوضع. في الوضع هذا ما نجموش نتفاهموا مع رئيس الجمهورية، حتى مؤسسة تنجم تتفاهم معاه، حتى منظمة كشفية ولا الهلال الأحمر ولا أي مؤسسة باش ينجز يقول لهم أنا صاحب القرار، راهو ما ينجمش يتخلى على الفكرة هذه، لأنه عنده فيكساسيون، معناها مثبت في روحه، مثبت نفسه وذاته على وضعية معينة، هو يحكم في كل شيء وكو ما ثم شيء معاه في العالم، هو متفرد في العالم، معناه هو نوع من التصعيد الذاتي، نوع من المرض النفسي، نوع ربما ما نسميش مرض، موقف نفسي ولا حالة نفسية، يرى أنه هو الكل. ربما زاد تصدم بالوضعية الجديدة اللي ربما كانش مهيئ لها نفسيا، لأنه قبل عام من الانتخابات لم يكن يحلم لا هو ولا غيره بالوصول الى هذه المرحله. ربما الصدمه هذه خلاته معناها يتصور انه مازال عايش فيها ساعه عام ونص، معناها لليوم، وباش يكمل 5 سنين، وكان زادوه 5 سنين باش يكمل 10 سنين، باش يقعد 14 15، باش يقعد ديما هكاك، راهو باش يقعد ديما هكاك. وبالتالي الناس اللي تفكر انه الحل دستوري ولا الحل في الحوار، هذا شخص لا يريد الحوار، وراه مشكلته مش حتى الفكرة، لأنه الفكرة تناقش، رأي الفكرة متاعه ورأي فيها نوع من المعقولية. أنا واحد من الناس نتبناها في جزء منها، أنه الديمقراطية تكون موزعة، تكون قريبة من الناس، وهذا حاجة معناها حاجة مهمة. ربما هذا يضرب أكل التفاهمات متاع علاقات الزيجة المحرمة بين الأحزاب وبين رؤوس الأموال وبين الفساد وبين غيرها، لكن ممارستها ما تجيش بالطريقة هذه، أنك تعطل المسار الكل. تنجم تأسس حزب، تنجم تعمل تنسيقياتك على نفسك، ولكن يبقى المسار ماشي، وانت تحاول تأسس حاجة موازية بوضوح، ثم ما تجيش معناها أصل حتى في التركيبة الداخلية في القصر ما نعرفوش اش فما، راهو راهي تقع زيارات ما نعرفوش انه الوفود الماشية، راهو الناس اللي قرب ليه ولا يأثروا ولا يفسروا له في كلامه كيما أخوه ما عندهمش منصب رسمي. معناها إذا كان تولي صفحة الرئاسة عبارة على صفحة فيسبوك كيما ريناها وقت اللي وقع عزل ممثلنا في منظمة الأمم المتحدة، اللي هي فضيحة بجميع أبعادها، كيف تخرج إشاعات من قبيل حبوا يسموه مرة بباجيت، مرة بزريقة، مرة حكيت من القبيل هذايا، هذا شيء مخل بالمنصب ومخل بالدولة كلها، ويعطي صورة سيئة جدا. إذا الحل ماهوش في القانون، لأنه في القانون في كل حالة كما يعمل توا مثلا، يجيب القانون القديم يمشي بالقديم، وما يجيش باللي نسخه باللي نحاه باللي فسخه، هذا معناها بالمنطق لا يقبل. هذه حاجة غريبة معناها. بالتالي الحل راهو ماهوش في محاولة لا الحوار ولا محاولة الإصلاح ولا غيره، يلزم موقف قاطع. يا إما الرئيس يلتزم بالقانون ويلتزم بالمنظومة الموجودة ولا يخرج عليها كاريمون، وما يشدش رئيس، لأنه هو رئيس في المنظومة هذه،
يخرج عليهم اس حزب على روحه ويناضل كما وخيانه الكل لابريتو. نعم. مش بالضروره معناها نحن ندعو للفكره المقبوله من الناس الكل، ثم ناس بافكارها اقليه ولكن متمسكه بارائها.